خلاص هناك أمور يترفع المسلم عن الخوض فيها، أمر الله هو هذا نقطة الصدر. نعم أو قل نقول على تخريجة لا غير 0.5% سيت الربا نقطة. نعم من أنت واش عندك الضرورة هنا تستفتي عالما من أهل العلم والربانية وتجعله حجة بينك وبين الله، حيث نويك أنا من عوام المسلمين السادة الأساتذة حفظهم الله طلبة العلم الشرعي، نسأل الله أن يجعلهم يسيرون على أثر العلماء، نعدهم ليكونوا علماء هذه الأمة. أنا ويكون من عموم المسلمين، من عموم المسلمين ما كنفهموش، ماشي ما كنفهموش زعما مكلخين، ما كنفهموش كيفاش نستنبطوا الأحكام الشرعية من النصوص، لأن هذه ماشي خدمتنا حنا، ناس من صغرهم أنا وياك عندنا 10 سنين 11 عام 12 عام باقي كنلعبوا البي وكنسرسروا على الديور في رمضان وكنهربوا، وراه ختم القرآن حفظا متقنا وأجيز فيه من طرف شيخي 18 عام باقي كنقلبوا على لي زيكوتور ونبدلوا الحجره الاول كمان اللي انتم ما كتفهموش اول اول كمان كاع بالنسبه لكم هذا الا الشبانين شبين عارفينش اول اول تقلب تبدل وكتعرض الحجره باش تكمل بها الى اخره. وهو نعم سيدي صافي راه سال الفقه المعتمد في بلده كالفقه المالكي عندنا في المغرب نضال من اللي انت غبي الله نويك شبعنا ماكلو وكنتفوه عينينا باقي فيهم العمش ديال النعاس ديال هاد 5 سنين الاخرى عنا نضنو كنقولو احد قالنا انا راه عندي دكتوراه في معرفت شنو هو داكشي راه الدنيا هاني راه نقرا لكم هاد القران وغنفسرو لكم كيما بغيت وما عندكم ما ديروا نتوما كاع بالسنه ياك نعم ياك ما كاين باس هذا علم وهذا أهل تخصص يخوضون فيه. فأنت كتمشي عند العالم وكتقول لي راه عندي ظرفية معينة وما كتخبي عليه والو كتقول لي هالظرفية ديالي كلها والعالم ينظر هل لك أنت رخصة في هذه المسألة. فإن رخص لك العالم الذي تثق في علمه وتقواه تأخذ بتلك الرخصة على القدر الذي رخص لك القدر الذي رخص لك فيه العالم. وهذا لا يعني أن الذي كان حراما صار حلالا أبدا الحرام حرام لكن انت داخل في حكم المضطر المضطر ياكل من الحرام عطاه الشرع انه ياكل من الحرام واحد القدر معين وعمر هذيك الضروره اللي تفتحت ليه ما عمرها ما قلبات الحرام ولا حلال هو ياخذ منه هو يعلم انه حرام لكنه مضطر والعالم افتاه بذلك. هذه هي المسائل التي يجب ان تنضبط في مجتمعاتنا من سولوا الا اهل اختصاص في كل فن. رغم اللي كيكون الانسان مريض وجا رمضان ويعرف راسو واش يصوم ولا ما يصومش تيمشي عند الفقيه تيقول ليه الفقيه اودي الطبيب اللي غادي يقول لنا شنو كاين كيقول راه الطبيب قال لي انت الصيام ممكن يهلكك الطبيب عطاه التشخيص ديالو الى صام الفتوى المترتبه على هذا التشخيص كيعطيها ليه الفقيه الطبيب ما تيفتيش الا اذا كان له الاهليه وجامع ما بين الطب وما بين العلوم الشرعيه هنا من حقه أنه يفتي لأنه جمع بين الأمرين ومسائل دقيقة لكن ملي تربجات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا كل شيء عصيدا خلطة عباد الله هانا كنقول لكم ردوا البال ليس أي شيء ينشر. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.